بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كيني أها أفرتن حديث وكم إذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكهذا ليس حرمة ليك مسلم كأه وعشر كين أفرق تمناذوي إن شاء الله تعالى. حديث كان وحديث الحديث الثامن والعشرون حديث كاللواتن إيو سديدوي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حويري من جاء غفكي ماذا يعبد الله سوى إله عابده هي ولا يشرك به شيئا إله سبحانه وتعالى أنا أنو شريك يلينين ويقيم الصلاة صلاة أوقع هي ويؤتي الزكاة زكاة بحين هي ويجتنب الكبائر كبائر تكفقان هي كان له الجنة غفكات الجنة أيو ليه. فسألوه نبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر أي ويديين فقال وحويري الإشراك بالله لا سبحانه وتعالى ولا شريك يلوي وقتل النفس المسلمة نفت مسلمة دا أولد يلوي والفرار يوم الزحف ما أنت إمارة الوضع إذا ومسلك يقال ذاك الأه لسهر فرديه ولا دقال ما يو قفكي عرارة أي أيضا كبائر تكميدة مركب أوجيدا الإشراك بالله بالليلي وحلو حجيي وقتلوا النفس المسلمة نفت مسلمة دا لديلو وانا مرك اللباد حق كبائر تا دلوب تواوين بكجر تا مرك حديث كأساقة نسائي باوريي وانا حديث الشيخ الباني اللي هي إسناده جيد مرك حديث كأساقة وحنو عضينا يا محالوه هلا جنة جنة وحالوه هلا قفكو أهل التوحيد قفكو أهل الصلاة قفكو الزكاة بحية قفكو كرده يراده كبائرتا انت وحالوه هلا هي مركا دي كبائرتا أسوين يسيد هذا جنة هذه مركاز ماشا مجرتو كبائرتا نوحا نمرك اللباد قتل النفس مركا دوك مركا لين يسيد وحاويان هالكاس أيا كوا يسا جنة هذه هذا تكن هيا أما الزكاة بحين هيا أما ما رقتي توحيدك دينت الشيغان هيا هذه ذاتك المسلمين تهديقوا ذا وإيكا رب حسن وايين كبائر تاكو جرتا مركا وحديثك الشيغة يا قفك إلهي عابو ذا أنو شريكيالين سرادة تكذا زكاة بحية كرد يراده كبائر تا مركا قفك ذاتك اللين هيا وليقوا ذا بنيسان هيا قفك هاسو كما ديران كبائر تيه وحكو جلا كبائر تيه تاسو كينيسا إن غفكا سجنده وايه والعياذ بالله تعالى مرك كبائر تواوين وجنده كو دي ديسا اسكا إلالي والال برنان كاقا كمر صلاة دادي زكاة دادي إي عماش هذا إلاشو حكو أنفعان لكن هدي أي مارك تأذن اسكا دين كبائر تا ودادك أديليسي أذن اسكا دينين وحكو أسمين يسيد وعبادوين وصلاة وزكاة وأنفعهم هيان كبائر تأيا جندك وديديسة والعياذ بالله تعالى. الحديث التاسع العشرون حديث كاللواتن إيو الصقال أي المرينة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعلى قول صحابي قاس لو يقال البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قال إنه يلي لزوال الدنيا جميعا أدونك دون أزولة أي أهون على الله إلهي كلفظت من سفك دم مسلمين بغير حق وف مسلم لي جيسا وحق الآن لقضى ذيه حق إلهي وحق فضت إن أدونك دون أزولة. حديثك وصحيح بشيخ ليهي ابن ماجه أي وريي أي بيهقي أي غير كذب مركب الفيري هذه ما أنت القرآن لها وردون كيف سوري سوايابي لهايد أدون كيف دمي سوايابي لهايد دولك هذاك اللقوي سوايابي لهايد لكن حلو شيء يا هذه هالقف بيجي سأدادي سي وأكون دادي تسحق الآن أدونك إن أدمارك تأزولي سي وهو كدر انتهيبا أي الأولي هاي لزوال الدنيا جميعا أدونك أزوله لما أنتيس أدوكو لن أزول وحصارا ودضأة ودنياء
oo hanti ah oo noolayaal ah adduunkaas oo dhan oo zuula ayaa alla agtiisa maarad kaga fudud in qof in la daadiyo min safki dami muslimin qof muslima dhiiggiisa in la daadiyo bikayri xaqin xaq la-aan lagu daadiyo maxaa yeelay qofka muslimka qof qaali ah wey qof qalbigiisa iimaan uu ku jira wey qofka ilaahay caabudaha wey yani qofka dhulkan oo dhan wuxuu maaragtay dadka jooga dhulkan waxaa loo joogaa oo lagu nool yahayba waa in maaragtay allah la caabudo subxaana wa tacaala wey marka dhulkan sharaftiisa adduunka sharafteedu waa in iimaan ka jiro waa in la towxiidsan hayo waa in ilaahay la caabuda hayo waa in la adima hayo acmaashaasna dadka muslimiinta ayaa haya marka haddaa muslim dishid adduunkii macnaha ka tirtay adduunkii waa macno tirtay adduunkii waa qiimo tirtay marka adduunka oo zuulo ayaaba ka roon in qof muslima dhiiggiisa si xaq la-aana loo daadiyo marka bal ka waran marka dhiiggaas qiimaha uu leeyahay fiil xagga alle subxaana wa tacaala iyo xagga diinteenna adiguna si fudud ayaa u samaynaysaa oo u dili qof aadan aqoonin wuxuu yahay qof aadan aqoonin aadan hubin wuxuu galay baa iska dilaysaa inta lagu soo diro soo garamaysid markaasaad ku aakhira seegaysaa markaasaad carada allah subxaana wa tacaala ayaad qaadanaysaa qof muslim ah oo ahlu iimaan ah oo ahlu towxiida baad dilaysaa marka ogow adduunka ayaa zuulisay adduunka ayaa dadka la goysay dhulkoo dhan ayaa baabi'isay marka dhiigga muslimiinta qiimaha uu leeyahay xagga diinteenna waa kuu caddahay halkaana ka fahmaysaa marka qofka maanta adduun zuulile qofkii maanta loo diro inuu adduunka zuuliyo qofkaasu soo ma yaabeen qofkaas wuu yaabi lahaa wuu fakeri lahaa waxaan ma samayn kartaa waxaan imisee kugu qaadanayaan waxaan maxaa ka dhalan karaa qof waa fakeri lahaa su garanaysa laakiin waxaa lagu leeyahay waxaa ka daranba adduunka oo zuulo waxaa ka daran in dhiig muslim la daadiyo baaba ka daranba laakiin maxay kugu taallaa cilmi la-aanta iyo caqli la-aanta ayaa keenaysa in la fududaysto oo qofkii dadka uu iska lahay isaga oo maaragtay aan is-ogeyn ama lasoo diray xaggaas tag waxaa samee xaggaas tag meeshaa qarxe xaggaas tag qofkaas soo dil garatay qofka ma yaqaano qofka qof maaragtay maxkamad la saaray qof isdifaacay qof hadlay maba ahaba ma garatay marka rabbulcaalamiin ayaa dadka qiyaamaha maxkamad saara qofkii uu hadlahayaa qofkii markhaatiyaal malaa'ig baa imaanaysa waxbay soo qoreen markhaati kalaa imaanhaya qofka xataa jirkiisaa hadlahaya lugihiisaa hadlahaya gacmihiisaa hadlahaya qofka xataa maqaarkiisaa hadlahaya maaragtay isagiibaa hadlahaya marka rabbulcaalamiin oo dadka wax raba ka samayn kara oo dadka runtooda og xaqiiqadooda og dadka ilaahay iskama cadaabo oo qofka inta maaragtay laga soo saaro qabriga qofka naarta tas laguma tuuree qofka waxbaa loo sheegaa waxa loo haysto ayaa loo sheegaa isna wuu hadlaa malaa'igtiibaa hadasha malaa'igtii waxay soo qoreen baa la keenaa marka brosesskaas buu rabbulcaalamiin dadka marsiiyaa qofka xataa la cadaabahayo allah naga najeeye saasaa la marsiinaya marka adiguna bani aadamkii ayaad maxkamad la-aan iyo adoo aan qofka wareysanin baa iska laynaysa maxay qof baa isoo diray qofka ku soo diray muxuu yahay qofka ku soo diray ma hubtaa laftaadu qofka ku soo diray go-aanka uu qaatay xagee lagu qaatay yaa la ogaa waxaasoo dhan su-aalahaas in la isweydiiye wey marka waa inaa ogaataa in aad adduunka aad zuulisay waana haddii hal qof la dilo ayaa maaragtay adduunka la zuuliyo ayuu ka daran yahay waa hal qof ka waran marka hadda imisa qof ayaa la dilay marka imisa jeer baa adduunka la zuuliyey imisa jeer baa dunida dadka lala jaray oo dhulka lala gooyey walciyaadu billahi tacaala alxadiidu athalaathuun xadiidka intaan xadiidkan sheegin wuxuu leeyahay imaamka la ilaahaa ibnu alcarabi almaaliki alqaadi wuxuu leeyahay thabata annahyu can qatli albahiima in bahiime la dilo oo xayawaan la dilo ayaa layska reebay bikayri xaqin xaq la-aan iyo walwaciidu in loo goodiyey oo qofkii maaragtay xayawaan
حق الآن كديلا أو معنى الآن كديلا أو كو عيارة هي قف كاس أدب الله حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيني إن حيوان كان لو شيش برتو أيو ديدي وقال ميسيد وشي خولي هاي فكيف بقتل الآدمي آدمي إن لديله كوهر المركة هذي إن حيوان لديله حق الآن لو قديله لديدي بني آدم لديله كوهر فكيف بالمسلم مسلم كوهر بيقول شيخه فكيف بالتقي الصالح قف تقيه صالح كوهر عجيب ما بدل جون كاسيري بهيمة ذي حيوان كي أيال لديدين حق الآن لو ديله أو صوب الآن لو ديله أو معنى الآن لو ديله أو لغو شباح تبو أو لغو عيارو أيال لديدي كوهر مالك قف بني آدم أه كوهر مسلم كوهر قف صالحة أو الله كعبس له قف سويته كذا دي ليسا من سي سعودة دي ما أركت دي محقو أو تكون أيال دي ليسا من مسجد كل حجرة أيال دي ليسا طالما أنت صومناي أفوري أيا ديليسا كوهر المرك وحلقها الله يانا وحويان ودين تويسن وقلاين با اسكدها وحكالي إن حتى حيوان سي ما ركتي عيار أو صواب الآن لو ديلو أو حق الآن لو ديلو والعياذ بالله تعالى. الحديث 30 حديث كصدن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحويله لو اجتمع أهل السماء والأرض هذي كل مان ذاتك أهل السماء سماضة مخلوقات كجراء والأرض أرض كوبا جوغا هذي كل مان اسكو كالميستان أي قو أنصدان أي كو شيان على قتل رجل المؤمن قف مؤمن دير كيساء لكبهم الله إلهي بأمارة وجه وجه وطول لها في النار النار. حديث كان وحاوريي طوران أي وريي يبيهقي لو اجتمع أهل السماء والأرض هذي كلمان ويسكر راعان أي كوه الشيان مخلوقات كسمد الجوغة يكون لك الجوغة هذي كوه الشيان على قتل رجل مؤمن قف مؤمن دي الكيس هذي كوه الشيان لكبهم الله إلهي بوجه وجه قطول لها في النار النار تا وحاصل مخلوقات اه وترضى كبطي ودولك الجوغة والسماوات كالجوغة هذه الدنبقة يكون ذهي الشيئان لما أنتو ذي إلهي نارتا يقرين ليا تقول لما يسيب محايا قف كاس لظل منها يو أيا كدر بركة قيمها مسلم كفيري قيمها وليه أرق وحاصل دون مخلوقات اه وترضى كبطي والسماوات كالدقان ودولك الدقان هذه يكون الشيئان اسكون راعين أما اسكون راعان إنه يقف ديلان أين الديلان لما أنتو أهل النار بين غنائيان سو قرام يسيد مركا كورهن كلي قابا ديلا هيا أما إنكو اللبا با ديلا إيسان سو قرام يسيد أما أذيك يصدحا ديلا إيسان مركا فعل كي مخلوقات كي إلهي كل ودلو عذاب لها أيا كلي قابا سمين إيسا كورهن مركا وحي عذابها ومخلوقات كاس كلي كل إلها وأهل الأرض كل علاها وأهل السماء كل علاها هذه أيا حمبارسان هيا ودبركة كقاضن هيا دم جاسوينك بضن ومخلوقات كضن هذه السمية لو عذابها هي هذه هبل هبل أه أيا السمية هي بل وحلاقي يا أبا إن هذا لا رغف تشد بلاقي يا أبا قالتي ليشان هالغف بلاقيها الله هي هذه ولا بعد الشيء سدح بعد الشيء توم بعد الشيء كبدن بعد الشيء مركا وحا ويان وواخ خطره اد علوس وان القياس كرين ماشي كو دمانيان يا سيده حالكيدو و نقنايو مركا وا دنبي وين ان دول مسلمينا او ما اهل الايمان ان ادشيد هلك قف هيركاسو مر هيايو اهل السماوات اهل الارض كلغودو دن ايا لو عقاب هيا اديغونا كليغا ايا سمينيسيد مركا ساد اس اوغين waxa aad ku jirtid iyo waxa aad sameynaysid marka walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala halaga boqo dhiga muslimiinta hal iska ilaaliyo yaa la fududaysanin khatartaas uu leeyahay uquubada adag ba ka rartimaysa marka in la iska ilaaliyo weeye oo qofka muslimka ahi aakhiradiisa uu ka fakaro
وصي إله سبحانه وتعالى وصل له ارتجين السقى وطاء دم بيجي أهل السماوات كا أهل الأرض قال لقوا عقاب لها السقى وطاء قفينه أخيرا هذا وقبر قالوا وقيام صوا حاضره مناسب كي سماها مرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كفاءة سنه ونقد جيسا إن ذلك مسلمين تالديله ودي كودا لقوا حد قدبه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.